الكرة ما زالت مستمرة لدى الوحدة، ما زالت مستمرة، الكرة في عرضية، فيها جول، فيها جول، وفيها جول، لكن أيضا في أيام المباراة سيتجه للفيديو للتأكد على أربع مرات. الكوكب هدفين، الكرة تعود محاولة الآن، هجمة كبيرة خطيرة 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 خطيرة. الذي كان يفتقد الى هذه العناصر عموما عبد الكريم يحاول يمر، الكره لا زالت هي خطوره الوحده الى عبد الكريم، يمر الجول، هي جول، هي جول، يا الله. ممتاز فتوحي، فتوحي لن يخترق في كرة، تعود مرة ثانية يودا، المحاولة الثالثة للتسديد، يراوغ بشكل ممتاز، مر هذه فرصة، هذه فرصة، هذه فرصة، كانت أقرب محاولة وأقرب للتسديد من المحاولات الثنتين اللي شوف 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 عندك 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 للحزم، محاولة مرور داخل منطقة الجزاء وإلى خارج المرمى، يلعب كرة ليلة الطهر كاملة، ليلة الحزم كاملة وعلى حساب الحزم في المحاولة للأمام للأمام تسديدة، لكن المعيوب يمنع يمنع حزم متاحة لمصعد الحزم، عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل، يودا بالكرة، ياي شوف لماذا كانت في كل هذا الوقت يا لوبيز، يودا على الدكة لن تدفع المباراة، المحاولة تخلص من تسويل، تعود لعبد الكريم يودا، هذه مرتدة، هذه أمامية، هذه خطرة، هذه وين، هذه وين، هذه وين، هذه وين، هذه في السيبويت الأخيرة، شوف عبد الكريم يودا، يا سلام على الفرنسي، أمامية إلى جابر عسيري، جابر جابر، هنا اللمسة لعثمان باري، وبالتالي كان غادر في شوط المباراة الأول من المباراة الكرة ملعوبة على طول جميلة، 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 جميلة
تصيحة قوية خطيرة 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 الابعاد والابعاد عادت عبد الكريم يودا السلام حلوة اللقطة تشديدة من يودا رائعة تشديدة من يودا رائعة والتصدي أروع من محية 96 97 هنا كريم يودا على التنفيذ والكرة وفي القائم حازم كريم يودا بهذه الطريقة نعم ممتاز التسديد الحارس كان في العين اللي صعد بجانب الباطل باطل الدوري الأولى في موسم الماضي وكذلك القادسية كرة محاولة لصالح فريق نادي الحزم حزم الموسم الماضي حضر بجانب العدالة والضيحة والرسيح والتقدم شوف يودا شوف يودا هذه الجهة اليسرى لعبد الكريم يودا يودا ينتقل الجهة اليسرى تغيير اللعب جميل جدا خطيرة خطيرة جول أوه هذا إبراهيم توندي أشوف تغيير اللعب أين الظهير الأيسر لجدة أين الظهير الأيسر لجدة رهيب رهيب تأديد اللاعب السنغالي يمرر كريم يودا كريم والتسديد سدد بكل قوة زويد يمرر الكرة المحاولة عبد الكريم يودا ينطلق يودا يودا يحاول الحزم يودا ركلة جزاء واضح من الليل شوف الدفع شوف عملية الدفع من الليل ليودا وركلة جزاء وجود المباراة الفاصلة في هذا الموسم أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة هم سيغادرون لعب الكرة الكريم يتقدم يلعبها ممتازة في الجهة اليمين في الجهة اليمين عند بعد فوز اليوم الفيحة الفيحة أصبح 50 نقطة والكرة الآن ملعوبة بجانب الأيسر ربما كرة الهدف الثاني والكرة ملعوبة ولكن الصعود بين هذه الستة الأندية لكن عندك البقاء في دوري يلو في هذا الموسم قطع حجماوي الآن عبد الكريم بودا يسدد بالعوبة يا سلام
الداخلي دياغو ميراندا، عثمان مالو، محمد منصور، كارلوس ميمو. هذه خيارات المدرب البرتغالي فيليب كوفي. اما بالنسبه للمدرب محمد يحاول مرور نقل اللعب من جهه اليمنى. الكره الان لصالح فريق نادي الحال حجم حلوه واريحيه اكثر من ذلك مما كان عليه مع بدايه المباراه. دورها بشكل رائع ومحاوله كريم هناك الى ابراهيم على النجعي على الدائرة إبراهيمة ترسل إلى يودا كريمة إلى باتو. الله مرة أيضا بصعوبة داود السعيد يبعد الكرة وبالتالي الكرة لازالت بالكعب ومرور ناجح ومرور من أمام. لكن بين هذا الجمهور ومناصرة الجماهير له بأرضية هذا الملعب لا يتمنى للانتصار. لكن هذه الكرة ليودا، يودا محاولة مرور العرضية لكن إبراهيمة يبحث هناك مرور داخل منطقة الجزاء والتسديدة لكن لا سلطة في الصدارة تعلو سلطة الأرض الأرضية للزلازل. والله ستة دقائق أخيرة يحتسبها